واحد بيقول هل توجد مخلوقات اخرى على غير كوكب الارض؟ وبماذا تفسر وجود الاطباق الطائرة؟ انت ابني هتنسبهم من هناك ولا ايه؟ الكتاب لم يذكر لنا اي حياة عن الكواكب الاخرى. ان وجدت حياة او لم توجد امر لا يتعارض مع الكتاب المقدس، لان الكتاب المقدس ما جابش سيرة الموضوع ده خالص، طلع كده ما طلعش كده، ما يتعارضش مع الكتاب. لكن الدلائل الموجودة لا تدل على ان في مخلوقات اخرى. يعني مثلا الاكسجين اللازم للتنفس هل موجود في الكواكب الاخرى؟ كل واحد من رجال الفضاء بيطلع هناك في سفن فضاء بياخد معاه كمية من الاكسجين يتنفسها هناك، لكن مفيش. هل موجود المية هناك اللي هي الحياة؟ ما قالوش ان فيه. هل اللي طلعوا في الكواكب صادفهم حد من المخلوقات الحية ولو فار حتى؟ مفيش. لم يصادفوا اي كائن حي ولا نملة. ده لو صادفوا النملة كانوا جابوها، تعرض في متاحف امريكا وروسيا. فاحنا يا ابن لا نعرف، والكتاب المقدس لم يقل شيئا، وانت مش هتستفيد حاجة لو عرفت ان في كائنات حية.